كلنا عارفين طبعا المدربين ليهم تأثير قوي جدا على لعيب الكورة، ويعني بشكل أكتر، بشكل نفسي أكتر كمان. مين مدرب حسيت إن هو ساعدك جدا أو فرق معاك؟ مش عايز ارد ده رد دبلوماسي، بس والله العظيم بجد انا عشان لا أنا عندي، عايزة اسم حد. هو أنت ما انا هترد هقول لك، اسم انا حد؟ هقول لك بس انا مش موضوع رد دبلوماسي، بس انا فعلا ما فيش مدرب اتعاملت معاه من بدايتي من وانا عندي 9 سنين. فاكر الاسماء، فاكر اول مدرب مراني اسمه ايه، كابتن ايهاب داوود، لحد اخر مدرب النهارده الكابتن محمد عوده. فانا فاكر كل الاسماء اللي مريت بيها وبستفيد من كل المدربين دول. ولما وصلت لمرحله ان انا بلعب دوري ممتاز وبتعامل مع ليفل اعلى، بدات اسجل ورا كل مدرب ايه اللي المفروض اتعلمه منه، وايه الاخطاء اللي المفروض اتلاشاها، لان كل مدرب، كل مدير فني عنده ايجابيات وعنده سلبيات، وده طبيعي جدا طب لاي مين مكان في مدرب الدنيا. بيعجبك طريقته؟ بيعجبني جدا كابتن عماد النحاس في طريقه التعامل مع اللعيبه، لان الكوره مش تكتيك وشغل ملعب فقط لا غير. كابتن عماد عنده الملكه، ازاي يعرف يتعامل مع اللعيبه، ازاي يديك مساحه، وانت المساحه دي انت ليك حدود، في الاول في الاخر انت لاعب كره قدم أكيد. فانت ليك حدود. خلق حاله جيده جدا في اوضه اللبس، وانا كنت من ضمن اللعيبه اللي مديها مساحه كبيره جدا في التعامل جوه اوضه اللبس. يعني ممكن ادي رولز، احط رولز جوه اوضه اللبس هو ملوش دعوه بيها، لو حد رجع له فيها اقول لا خلاص طالما حسن اتكلم في الحاجات دي خلاص اوكي دي حاجه بتاعتكم انتوا. فكان دايما مدي مساحه للعيب الكبير، فبيحسسك بمسؤوليه. انت لما تتعاملي مع شخص يديك مسؤوليه كبيره، في ناس ممكن تفهمها غلط، وفي ناس بتاخد المسؤوليه دي بشكل اكبر، بتحمل مسؤوليه اكبر. فالمسؤوليه اللي كان حاططها علينا في اوضه اللبس كانت كبيره جدا، فكنا بنطلع احسن حاجه. والدليل على كده لما جالنا واحنا بننافس على الهبوط كان عندنا 7 نقط في المركز الاخير، اخذنا من المركز الاخير للمركز الخامس في نفس السيزون بدون اي ما يجيب اي تدعيمات جديده او لاعب او اتنين في انتقالات يناير. الموسم اللي بعده قدرنا نحقق مركز رابع، نوصل للكونفدراليه. كل ده وبرده ده بكلامه هو، ان ده مش شغل تكتيك فقط لا غير، ده اوضه اللبس، واوضه اللبس مهمه جدا جدا طبعا. وده اللي انا بقوله لك من اللعيبه الكبيره النهارده، واحد زي ابو تريكه واللعيبه الكبيره وائل جمعه، احمد حسن، بركات، الناس دي كلها لما كانت بتحصل، انا عارف، انا بقول لك الناس دي لان انا كنت عن قرب وعارف كويس ايوه قوي انا الكواليس عارفه اللي طبعا بقول لك عليها. لما طبعا. كان بيحصل بطوله بتروح من النادي الاهلي او بيحصل انكسار لحد او حاجه، بتلاقيهم متجمعين في بيت حد ويتغدوا مع بعض ويبداوا يتكلموا، ولازم لا لازم نغير الفتره الجايه، نشتغل عندنا اخطاء في كذا وعندنا عيوب في كذا. ده مهم جدا. لعيب يقربوا الكوره، لبعض بشكل شخصي بيساعد لعيب يعني. الكوره مش موظف، انت طبعا. مش بتروح شغل من الساعه 8 للساعه 2 وتمشي، لا انت في شغلانه او الرياضه عموما بشكل عام عايزه ابتكار وابداع دايما. فلو انت كل يوم بنفس الفكر عمرك ما هتوصل أكيد. لمرحله من النمو والتطور بشكل كبير. فلازم عشان توصل لده لازم يبقى عندك الدوافع، تجديد الدوافع بشكل دائم يعني. فكابتن عماد كان عنده الملكه دي، انه اوضه اللبس شيء مهم جدا، ولو انتوا نجحتوا في اوضه اللبس هتقدروا توصلوا بالنجاح ده من للملعب. اوضه اللبس للملعب. وده اللي حصل معانا. اللي حصل دروب في السنه اللي احنا وقعنا فيها كان برضو بسبب حاجات بقى ما ينفعش اتكلم فيها، لان دي لا ليه؟ لان احنا ممكن الحاجات دي نتكلم هنا في أي حاجة. مش موضوع اتكلم في اي حاجه، لان انا برضو مسؤول، انا مسؤول عن فريق، انا بلعب مع زمايلي في نادي كبير جدا، ونادي ليه صح تاريخ، ونادي طبعا عظيم، ونادي ثالث الانديه المصريه حصولا على طبعا. البطولات بعد اهلي والزمالك. فانا عارف قيمه النادي اللي انا فيه. ففي تفاصيل صغيره، التفاصيل دي انا استفاد بيها بعد كده في شغلي، لكن ما ينفعش اتكلم بشكل عام فيها في التلفزيون يعني. لكن النجاح ليه اسبابه، والفشل برضو بيكون ليه اسبابه يعني. فالسنه اللي احنا وقعنا فيها كان في كذا عنصر، حصل تقصير في العناصر دي اثرت علينا بالسلب. فالسنه اللي فاتت فضلنا الموسم كله نعاني، لكن الحمد لله برضو عشان اللي انا بقول لك عليه، اداره مع جهاز فني كان محترم، مع لاعبين بيحبوا المكان اللي هم فيه، اشتغلوا بشكل كويس جدا، قدرنا نخرج من مركز متاخر في الدوري وبننافس بنصارع على الهبوط لمركز ثامن في الدوري. وعندي الثقه دي برضو ان شاء الله ان احنا ما ندومش في، يعني ما نقعدش فتره طويله في الظروف اللي احنا فيها، هنقدر نخرج. واتمنى ان يبقى في كل مكان حد مسؤول بشكل جيد. احنا عندنا المهندس محمد عادل، الراجل ده بيقوم بدور كبير جدا، لكن لازم كمان ناس تساعد الراجل ده بشكل كويس جدا. ان زي ما قلت لك الكوره مش كوره فقط او شغل فقط، لا، في ادوات كتيره جدا لازم توفرها عشان تنجح. عايز تنجح لازم توفر الادوات دي كلها. ليه النادي الاهلي بياخد البطولات اللي بياخدها كلها؟ لو دخل في 7 بطولات في الموسم بيحقق 6 او 5، لانه عنده اكبر عدد من الادوات. لو 10 ادوات بيقدر يحقق منها 8، جمهور مع اداره مع امور ماديه مع لعيبه جيده جدا مع شعبيه في الوسط العربي في الوطن العربي بشكل كبير جدا، كل دي دوافع بتقدر تحقق التارجت اللي انت عايزه. عشان كده هتلاقيه مختلف.